سيادتك في مشكلة أو حاجة؟ مش معنى قلت مشكلة؟ أصلا أنا أول مرة أخش المكتب ده. الفيدباك بتاعك عظيم يا أشرف. والله يا فندم أنا بعمل اللي بقدر عليه وأتمنى إن شغلي يكون عاجب سيادتك. طيب أنا هطلبه منك دلوقتي ملوش أي علاقة بشغلنا. أمرني يا فندم. أنا عاوز برنامج يدور على الناس بالصور، بمعنى أديلك صورة تحطها في البرنامج يعمل سيرش ويجيب أكتر حد شبه الصورة دي، فاهم؟ زي البرامج اللي موجودة في المباحث الفيدرالية كده صح؟ بالظبط بالظبط. اوكي. أنا عندي صورة واحدة ست أبيض في أسود، عايزك تاخدها وتعمل عليها سيرش في السوشيال ميديا في الناس اللي موجودين اليومين دول، هتعرف؟ هعرف يا فندم، بس الموضوع ده هيبقى محتاج شوية وقت. بص سيادتك، نظريا مفيش مشكلة في الفيس ريكوجنيشن ابلكيشنز، برامج التعرف على الوجوه، هي وظيفتها انها بتقسم الوش مربعات وبتتقارن بملايين الصور اللي موجودة. عمليا الموضوع ده هياخد وقت ونسبة الدقة مش هتزيد عن 70%. حلو قوي قوي، انا راضي بال 70%. بس كده حضرتك دايرة البحث هتبقى كبيرة قوي. لا لا لا، احنا هنضيق النطاق جوا مصر بس مش في العالم كله. ماشي يا فندم. اوكي تمام، عن اذن حضرتك. اتفضل. اشرف، الموضوع ده ما يطلعش برايا انا وانت. ها؟ حاضر يا فندم، عن اذنك.